اول حاجه اهلا بيكم معانا في الحاله جيم وفي اللوكيشن بتاعنا، منورنا وكل سنه وانتم طيبين. اقول للناس اتفرجوا على الحاله جيم، مسلسل حلو جدا ان شاء الله يعجبكم، مسلسل مختلف، قصه حلوه قوي، تشمل حاجات كتير، دراما اجتماعيه وساسبنس واكشن ورومانتك وكل يعني في كام حاجه في المسلسل، خيوطه كتيره حلوه قوي، وانا مبسوطه جدا ان انا جزء من العمل. يا رب ان شاء الله اكون عند حسن ظن القائمين عليه اللي اختاروني وادوني الثقه، ويا رب اكون عند حسن ظن الجمهور اللي هيتفرج. بلعب شخصيه لطيفه جدا عجباني قوي، هي تقريبا الضمير اللي في المسلسل، يعني شخصيه طيبه قوي، بيور جدا، متعلقه باخوها قوي، في علاقه علاقتها الاسريه قويه قوي، ومن خلالها هي ده اللي بيتحكم في تصرفاتها كله في خلال المسلسل، يعني بناء على حبها لاخوها وبناء على نبع من حبها لاخوها ولابوها وكده، هي بتتصرف في بقيه كل احداثها في المسلسل. يعني وانا في حالتي انا بستعين بكل حاجه اللي بيقدرني عليه ربنا من موهبه ومن المذاكره ومن القرايه والمذاكره 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 تاني، انك تذاكري الشخصيه كتير وتفضلي تفكري فيها 24 ساعه وتبقي تحددي لها معالم وتاريخ وشكل وطريقه تصرف وطريقه كلام وكلام كده اهو، ده بيبقى جزء تاني. ده طبعا بيساعدك فيه المخرج اول حاجه، استاذ حسين شوكت ساعدني كتير طبعا، هو حاطط لي، انا كمان انضميت للمسلسل في الاواخر قوي، فيعني اواخر الناس اللي انضمت معاهم، فكان الاستاذ حسين اللي هو اداني كده الموضوع، يعني ناتشال اللي هو بيحط الخطوط العريضه للشخصيه معايا وبناء عليها بنتفق عليها وانا بنفذ اللي هو قاله، واتمنى يا رب ان انا اكون نفذت له اللي هو عاوزه. يعني ده غير طبعا الشكل اللي جاي لك من الكتابه نفسها، من الورقه نفسه، الشخصيه هتبقى عامله ازاي، اللي مسيطر عليها في تصرفاتها اكتر، يعني هي بتبقى في موضوع في حالة مذاكرة جامدة قوي بتحصل للدنيا يعني. فده ما بلس بقى بنختار الشكل وطريقة لبسها وطريقة تصرفاتها مع ده مع الستايلينج، يعني كل شق كده بيحصل فيه الجزء الخاص بيه من الشغل يعني.